أهلا وسهلا. تحية ليك أختي سكينة، تحية لفريق العمل، وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك، شكرا. الله يطول عمرك، الله يخطيك. إذا أستاذي تكلمتي، نتكلموا اليوم على وجبة العشاء. بين قوسين. أنا ما عرفتش واش أنت من الناس اللي كيفضلوا الفطور والسحور، ولا الفطور والعشاء والسحور. واخا نجاوبك إن شاء الله. مرحبا، تفضل. نعم، هو فعلا شوف الميولات الغذائية وصيرتو في رمضان ولا غير رمضان، بعد المرات الإنسان كيكون في الاعتماد ديالو على المعلومات، لأن أي حاجة كنديروها مثلا تمي كتكون غالي سايق السيارة، كتعتمد على الخبرة والمعلومات باش تقرأ الإشارات وباش تحترم المرور وباش تحترم، في حالة ما إلا ما احترمتيش القانون كيكونوا عقوبات. هكا عاوتاني الجسم ديالنا حنايا اللي جميل فيه أنه واخا فيه عقوبات، ولكن عقوبات من نوع آخر واللي تقدر تكون أصعب وأمر، لكن الجميل فيه هو أن الجسم يعني كما كنقولوا حنا بالدارجة والمغاربة يعني واحد كلمة معبرة كيقولوا على قد شطارتك، يعني الشطارة يعني نسبة الذكاء ونسبة الفهم. علم التغذية هكا فيه بالضبط. فأنا مثلا باش كنعتمد على أنني ننظم الوجبات ديالي وننظم الحياة ديالي وننظم في مجالات أخرى، أعتمد على المعلومات، يعني كل واحد في التخصص دياله. في مجال التخصص ديالي أنا أعتمد على معلومات من أجل الضبط، وحنا هنا كنقول للناس علم التغذية جربوا، لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هادشي اللي كنقول لكم راه حنا براسنا خصنا ننجحوا فيه، والحمد لله ناجحين فيه، لا مع راسنا ولا مع وليداتنا ولا مع الأسرة ديالنا. وبالتالي إذا كان أول واحد خاصو يجرب المعلومات اللي كتعطى في التخصص ديالو هو أنت، هو أنا. وبالتالي الحمد لله يعني صراحة كندوزو رمضان أروع ما كاين. يعني البارح كان عندنا هي أول وجبة إفطار، فوالله ما تصوروا المائدة شنو كان فيها. علاش؟ بالبساطة ديالها. علاش؟ لأن قيمة الإنسان لا تقاس بقيمة ما يأكل، بقدر ما أنه يفهم ما يأكل. وهذه القيمة هذه ومعمرنا يعني عيرنا القيمة الإنسان ومستواه الاجتماعي بما يأكل، في حين أن بعض الظواهر الاجتماعية بغت زرعنا هذه الأفكار هذه، هو أن الإنسان يعني شنو كياكل المظاهر وهذه الأمور يعني هذه. دونك بالنسبة للوجبة ديال العشاء، علاش قلت أنا يا بين قوسين؟ لحقاش بغينا نفهموها بعدا باش داك الساعة نحيدوا هذوك القوسين. أولا وجبة العشاء، وحنا الحمد لله مسلمين، الإسلام ديالنا جميل تحت مظلة السلام، الله سبحانه وتعالى أعطانا فريضة الصيام نصوم، وبالتالي لكي نبقى في الإطار الديني بتزاوج مع ما هو علمي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الفطور وأخروا السحور، لم يتحدث عن وجبة العشاء. ماشي كنقولوا ناحية وجبة العشاء ما كاينش، حيت نقدر نقول كاينة ونقدر نقول ما كايناش، ولكن المدلول هو اللي خصنا نفهموه. ديك الساعة ممكن نسميوه وجبة العشاء ولا نسميوه أي حاجة. مي على العموم في علم التغذية، وجبة هي كل لحظة كيجلس فيها الإنسان في موعد مع واحد الطبق، يكون طبق زوين، هذه كلها كتسمى وجبة. حيت علاش قلت انا بين قوسين كذلك؟ لان عند بعض الناس الوجبه هي خصها تكون شي حاجه اللي ياكل فيها اكل. لا، بالنسبه لي انايا في علم التغذيه هاد الوجبه اللي غنهضروا عليها باش نسميوها وجبه، في علم التغذيه الوجبه هي كل يعني فتره زمنيه كيكون الانسان في موعد مع شي حاجه ياكلها، سواء مثلا الماء والتمر، ملي تجلس وتاخذ الماء والتمر هذيك راه وجبه. وبالتالي ملي نعطيو النطاق ديال هاد الوجبة العشاء، ديك الساعة ممكن نسميوها وجبة، ممكن نسميوها أي حاجة. لأن بحال مثلا هاد اللومجات، هاد ليكولاسيون، راه تاهما وجبات، تاهما وجبات في الأيام العادية، راه تاهما خمسة هاد الوجبات، كان هادي ثلاثة هاد الوجبة كنقولوش رئيسية، كنقولو حنا باش نبسطو الفهم، ثلاثة رئيسيين وجوج، ما هو راه كلشي وجبة. وجبة ملي تجلس نتايا خمسة تميرات وكاس ديال الماء راك خديتي وجبة، لأن هذا هو التعريف ديال الوجبة، هي ما واحد الحيز زمني في واحد المكان كيجلس الإنسان كياكل فيه، هذه بالنسبة لينا وجبة. العشاء أنا نحاول نعطي الناس ما هو علمي
والجميل كحنا المغاربه كنقولوا انت وشطارتك، يعني الشطاره يعني الذكاء ديالك والفهم ديالك انت. غير واحد الحاجه، سبحان الله، لا في الجانب الديني ولا في الجانب العلمي والتغذوي شحال ما اجتهدتي شحال ما عندك نصيب حتى في الصحه. وبالمناسبه حنا رحنا في ثاني رمضان، رمضان راه كيسلم علينا كيودعنا، هذه عافاكم ردوا لها البال والله العظيم، ما هذه راه كلشي غيلاحظها، غير كيسلم علينا رمضان كيودعنا، دابا غدا يكون عيد العيد الصغير الا حيينا الله. فهادشي علاش عافاكم الفو بروفيتي، نستافدوا قدر الامكان. الاجتهاد الصحي عندنا واحد المؤشر، ما عمرك كتضيع شحال ما اجتهدتي شحال ما كتاخذ الفائده والاجر في الجانب الديني والفائده في الجانب الصحي، لان الله سبحانه وتعالى اعطانا، لان الملائكه كتقول على لسان الملائكه ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، والرحمه كتسبق العلم، وبالتالي ما هو علمي اصله رحمه، والله سبحانه وتعالى ارحمنا، اي حاجه اكتشفتيها انت علميا راه فيها رحمه، وبالتالي الرحمه سبقت العلم، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. وبالتالي الوجبة العشاء السياق ديالها شنو هو؟ نحطوها في السياق داك الساعه غيفهموا الناس شنو خصنا ناخذوا فيها، حتى اللي قلنا شنو خصنا ناخذوا فيها باش ما يتصدموش بعض الناس، لان استسمح وجبة العشاء فطر مزيان سحر مزيان، اما وجبة العشاء راه ماشي الوجبة اللي كيديروا الناس بزاف ديالي. وانا غنعطي الادله العلميه، حنا نعطيو الحياه اليوميه ديالنا، الحياه اليوميه ديالنا كنقيلوا الصايمين تقبل الله، كنفطروا فطور ماء وتمر، ثلاثة خمسة تمرات مع ماء، كنمشيو نصليو، كنجيو، كناخذوا الفطور ديالنا، طاجين ديال السمك أولا أسماك مع السلطات، سلطة تكون فيها جميع الخضر الموسمية، حريرة مغربية، شوربة مغربية، خبيزات مصوبين بالطبوط معمرين، إما بالأسماك، إما بالأشياء اللي يعجبوا الإنسان يعني يتمتع مع راسه، لك حق المتعة في وجبة الإفطار. شرط أنك تعرف الضوابط. انت مثلا غادي مثلا يعني عندك واحد انسان كيستمتع بشي حاجه، لك حق المتعه من غير الاكل، لك حق المتعه، انسان شرى سياره جديده ولا هذه من حقك تستمتع بها، ولكن يجب احترام القانون. هكا حو ثاني جسمنا لك حق المتعه، حتى شي واحد ما يحرمك منها، واللي حرمك منها راه حرمك انت هو راه ما محرومش. مي عندها ضوابط، حنا فقط كنعطيو للناس الضوابط. وجبة الإفطار بالطريقة اللي هضرنا عليها في الحلقة ديال وجبة الإفطار بصحتك وراحتك، نقول لك بون أبيتي ماشي بون شونس. شنو كنديروا من مورا الإفطار؟ شي شوية كنستعدوا باش نمشيو للتراويح تقبل الله. وبالمناسبة هذا اليوم المبارك يوم الجمعة ويوم رمضان، والله أختي سكينة إلى أنني أفتخر كمغربي عندنا علماء مقرئين من العيار الثقيل. والله الا كتمشي للمساجد واحد زعما واحد الصوت واحد المقامات واحد القراءه شباب وشياب اللي ما شاء الله زعما والله لا افتخر، ولا الدول المشرق راه كيعرفوا قيمه القارئ المقرئ المغربي شنو هي، يعني راه كيعرفوه مزيان، وحتى حنا كنعرفوه وكنعيشوه، فحيثما ذهبت في المساجد كتلقى مقرئين اللي كنحييهم هذا المنبر، وكنتمنى لهم ان شاء الله الصحه والسلامه، لان ما شاء الله واحد القراءات زعما تقشعر لها الابدان صراحه، وهذا فخر لي انا كمغربي كنتمي لهذا الوطن اللي عطى في كل المجالات بما في ذلك مجال القراءه ومجال الانتقالات في المقامات ما شاء الله. فقلت انايا كنمشيو للتراويح. مين كنمشيو للتراويح دونك كما سولتيني اختي سكينه، فانا نعطيك يعني انا يعني مني غادي ننطلق لهذه الامور هذه. فلما كتجي من التراويح كيكون فيك العطش، بحال الا جيتي ماشي بحال جيتي من رياضه، هضرنا البارح على الحلقه ديال الرياضه، اجمل رياضه عند المسلم في رمضان هي صلاه التراويح، لا في المرافق ديالو ولا في يعني في المفاصل ديالو ولا في العضلات ديالو ولا في الفاسيا اللي هضرنا عليها ولا في الدماغ ديالو ولا في الدوره الدمويه ديالو ولا في كلش. صلاه التراويح، ملي كنجيو من صلاه التراويح كانك جيتي من الرياضه، صافي حسب راسك كنتي في واحد صال دو سبور وجيتي، هذه عاوتاني لكن فيها غذاء الروح وغذاء الجسد وغذاء العاطفه وغذاء العقل. فلما كتجي من انت من حصة رياضية، الوجبة هذه اللي هي العشاء فرض علينا جوج ديال لي كونترينت،
جوج ديال الامور خصنا نحترموها. انا يلاه جيت من التراويح، جيت من حصاري انا كنهضر على الجانب العلمي، الجانب الديني الحمد لله كلشي كيعرف، والناس تبارك الله عندنا علماء ما شاء الله اللي كيهضروا في هذا المجال. من الجانب الصحي جيتي من حصه رياضيه ما شاء الله صلاه التراويح، جيتي كيكون فيك العطش ومحتاج شي حاجه يعني منعشه، ما تنساش باللي من موراها عندك موعد مع النوم. ما هذا الا كان الانسان غيبقى حتى لجوج ثلاثه متبع شي سلسله، هذا ماشي هو العادي، هذه الاستثناء. انا كنهضر على القاعده وكنهضر على راسي بالضبط. يعني ملي غنجي انا من التراويح عندي تقريبا غير واحد 10 دقائق ربع ساعه، لو ماكسيموم نص ساعه خصني نمشي الناس. علاش؟ انا صباح خدام، صباح عندي يعني برنامج مع الناس، خصنا باش نركزوا، خصنا بهادي. اي واحد الا وعنده التزامات، انا هذه الالتزامات اليوميه ديرها منها هاد النقاط اللي عطيتكم، وبالتالي عندي في حدود نص ساعه خصني نكون ناعس. ما يمكنش المعده ديالي نعس انا قبل منها. سكر في مستحيل وجبه العشاء يكون فيها طاجين ولا يكون فيها شي حاجه اللي يسمحوا لي على المصطلح اللي غنغلقوا فيها. دونك دو كونترينت، الكونترينت الاول انك جيتي من الحصه الرياضيه الدينيه اللي هي التراويح، وجيتي عطشان ومحتاج شي عناصر انا غنهضر عليها، ومن موراها بنص ساعه خصك تنعس. الحل ديال هذه المعادله هذه هي الفواكه، اما فواكه بشكل صريح او لا عصائر فواكه هي اللي كتحل لك هذه المعادله هذه. علاش؟ لان انت ملي كتجي من صلاه التراويح كتجي عطشان، العطش ردوا البال، العطش راه ماشي هي حاجه للماء، راه بزاف ناس غالطين. العطش هي حاجه للمعادن اللي كيحملها الماء، لان الماء راه اش دوزو شرف الله وقدركم راه كتشربوا كيخرج عبر العرق وعبر البول، لكن حنا كنحتاجوا هذيك لاشارج مينيرال، شحنه المعادن اللي كاينه في الماء راه هي اللي كتبرد لنا العطش. سو كيفي نتايا باش تبرد العطش ديالك والحاجيات ديالك كتكون حاجيات للمعادن والفيتامينات باش يشتغل بها الجسم لترميم ما قمت بهدمه خلال الصيام في اليوم، باش الجسم في الليل غيتفرز هرمون النمو يعاود يعني يدير التقسيمات الخلويه باش يعطيك خلايا جديده. شنو محتاج؟ محتاج ماء، محتاج فواكه اللي هي بوغي عامره بالمعادن والفيتامينات. صافي. فواكه موسميه، ما غاديش ناخذ انا الموز دابا، ناخذ بنان. بنان راه ما يخليكش تنعس. الهضم ديالو كبير بزاف وطويل وكيطلع لنا الانسولين واحد الدرجه كبيره. شنو غناخذوا؟ غناخذوا عصائر فواكه والفواكه. لحد الان دابا كاين بعض الناس اللي دخل عندهم المزح. ممكن ياخذوه ما كاينش مشكل. سينو عصير البرتقال، البطاطا الحلوه راها باقه، لورانج ممكن شويه في الفران طحنوها مع عصير ليمون. سينو ناخذوا القرعه الحمراء نسلقوها ولا نبخروها ونطحنوها مع عصير البرتقال، كذلك ما كاينش مشكل. واخا ممكن ان كذلك نديروا عصير ديال الليمون مع القرعه الحمراء تكون خاطره شي شويه ونديروها في الزليفات، وناخذوا ونديروا فوق منها شويه ديال القرفه ونديروا شويه ديال الفواكه الجافه مهرمشه وناخذوها بالمعلقه، ما كاينش مشكل. سينو ممكن تاخذ فواكه بشكل صريح هكاك، ما كاينش مشكل. دونك المكان ديال الفواكه، علاش؟ لان الفواكه هي اللي غتروي لك الجسم، زائد ان الفواكه هي الهضم ديالها اللي كياخذنا نص ساعه. دونك انت شنو كتكون ربحتي انت؟ ربحتي انك خديتي معادن، خديتي فيتامينات، شربتي الماء، ممكن الفواكه نشربوا معها الماء ما كاينش مشكله. اي او ميم طون الفواكه باش توصل للدم والهضم ديالها، كنهضر على الموسميه، البنان راه ياخذ لك ساعه ونص. الفواكه الموسميه عندك لو ماكسيموم 25 دقيقه تتكون فواكه تهضمات، المعده فارغه، ديك الساعه وي المعده تعطيك اشاره تقول لك ممكن دابا تنعس. مي الا خديتي شي حاجه اللي هي دسمه، شي حاجه اللي هي ميدمه، شي حاجه اللي هي هادي، الا خديتي سلو، خديتي سلو، سلو كيتهضم تقريبا من خمسه السوايع حتى لسبعه. واخا انا ماشي كنقول خايب، انا هضرت لكم حلقه عليه، ما عندناش الوقت ديالو، كاينش الوقت ديالو. فالمعده كتعطي اشاره للدماغ باش ما يفرش الميلاتونين والفالونتونين والسيسميتوكسي هرمون هرمونات ديال النوم، وكيضيع لك النوم في رمضان، وهذا ما يقع للناس. هادشي اللي كيوقع للناس في رمضان، كيصبحوا الناس ناعسين، ما كنهضرش على كل شيء. علاش؟ لان الناس عندنا السهر، السهر بنسبه كبيره بزاف،
ما في الحاله العاديه والطريقه اولى. بالمناسبه انت الا كنتي غتسهر باش تشتغل والله العظيم وثقوا بيا من بعد اذان الفجر يوم يعني يوم كامل كنضيعوه شي غير من الفجر تغرب الشمس تشرق الشمس عفوا راه نهار تما راه ماشي غير تشتغل تما راه دير العجب العجاب. وتا انا كنعيش في المغرب وتا انا كنعيش في هذا الوطن هذايا وهذا نظام الحياه ديالي انا نظام الحياه ونظام الحياه العصافير ونظام حياه الطيور غير جربوها عفاكم غير جربوها من وراء اذان الفجر كاين يوم يوم كامل. بعض الناس كيقول لك لا انا من عادتي ماشي انسان يعني كنفيق بكري لا عاده من عادتي مزيان ملي كنقولوا من عادتي عاده ممكن تبدلها ممكن تبدلها ان شاء الله سبحانه وتعالى كيقول وما من دابه في الارض ولا طائر قالوا الله سبحانه وتعالى بالاسم يطير بجناحي الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وجبه العشاء حيدنا للاقواس نعم كاينه لكن بشروط وبضوابط اذا ما احترمناها كنكونوا خدينا وجبه عشاء اللي غتسقينا وتعوينا العطش ديالنا والحاجه المعادن والفيتامينات اللي محتاجينها وغتكون تهضمات في ظرف 30 دقيقه وما يحقق هذه المعادله الا الفواكه وعصائر الفواكه. ومي كنقول عصائر الفواكه راه لا يعقل انت وانت مغربي ومغربيه وتمشي تجيب ساشي وتخوي عليه الماء وتقول انا عندي عصير هذا لا يعقل راه غير منطقي في هذا البلد الحبيب انك تمشي تجيب واحد ساشي وتخوي عليه الماء وتقول انا عندي عصير. فهكا كنكونوا هضرنا على الضوابط ديال وجبه العشاء. اللهم اني بلغت فاللهم شهد. مرحبا مشكور جزيل شكر استاذي لالي خطيك وتحيه كبيره ليك والمهم انا كنفطر وكنتسحر ما كنقدرش نتعشى ما عرفتش واش صحيحه ولا غلطه والله اعلم. نعم نتمنى خير ان شاء الله. اكيد انه الصيام وتقسيم وجبه الصيام هي نوعا ما كتكون يعني ماشي سهله علينا لانه الناس كتعود على واحد التغيير جديد. وقبل ما ناخذ مكالمات المستمعين انا عندي لك سؤال استاذي. بزاف ديال الناس كيعانيوا من المشكل ديال عمليه الهضم والانتفاخ. كيقول لك واخا مثلا ناكل خفيف كاين اللي كيفضل انه في الفطور ياكل ويبقى حتى للسحور يعني حتى للفجر ويعاود ياكل شي حاجه. كاين اللي كيبغي ثلاثه ديال الوجبات ولكن في المجمل الناس كيتشكاو من الانتفاخ ومن صعوبه الهضم. نعم فكيفاش نقدروا نتغلبوا على هذا المشكل هذا؟ واخا هو شوف باش نتغلبوا عليه خصنا نعرفوا الاسباب ديالو. بالمناسبه ثلاثه كاين اللي كيدير ثلاثه ديال الوجبات. انا من الناس اللي كيدير ثلاثه ديال الوجبات الفطور والسحور والفواكه من بعد صلاه التراويح لان يعني تهي راها يعني كتاخذ ديسير من بعد ماشي وجبه ماشي وجبه غذائيه وانما الديسير. لا لو ديسير اختي سكينه راه ماشي هما الفواكه. لو ديسير ان تيرم اللي جابوه الاستعمار واللي فيه الفلون واللي فيه الياغورت وفيه الفواكه. فلو ديسير انا كنقول في التركيبه احنا المستعمر من خرج خلى لنا لو بلا دونتري لو بلا برينسيبال لو بلا دو ريزيستانس لو ديسير. حنا كنقولوا الفواكه بالنسبه لو ديسير. لو ديسير يعني يقدر يكون فيه فلون يقدر يكون فيه ياغورت. غير في اللغه العربيه وجبه شنو كتعني؟ كتعني حيثما واينما جلستي وبديتي تاكل هذه كتسمى وجبه. لان يعني احنا تعودنا ان الوجبه يكون فيها الخبز يكون فيها الطاجين وكلها وجبه اي في اي لحظه مشيتي تاكل هذيك راه كتسمى غلطة راه كتسمى وجبه. بالنسبه للانتفاخات الانتفاخات خصنا نعرفوا بزاف الناس كل واحد والسبب. وانت اليوم مثلا يقدر يكون عندك سبب في الانتفاخ غدا يقدر يكون عندك سبب اخر. مثلا الانسان لما كنبداو ناكلو بسرعه الاكل بسرعه الاكل بسرعه كميات كبيره كيعطينا انتفاخات. اي باش نعرفوا شنو هي الانتفاخات. الانتفاخات اللي كيحسوا بها الناس كاينين جوج انواع. كاينين انتفاخات على مستوى المعده وكاينين انتفاخات على مستوى الامعاء. انتفاخات على مستوى المعده راجعه اولا الاكل بسرعه او و يعني بجوج يقدر يكونوا بجوج يقدر يكون اي واحد فيهم. الاكل بكميه كبيره أو للأكل بدون مضغ. هادشي كامل شنو سببه؟ سببه التخمرات. علاش التخمرات؟ لأن حنا عندنا واحد الحمض يسمى حمض الكلوريدريك حمض المعدة روعة هذا ألماس هذا يقاس بالذهب. خا دابا راه كيتباع بيلول كيتباع. هذا لما الإنسان كياكل بسرعة أو لا كياكل بزاف أو لما كيمضغش كتولي المعده باش تشتغل بهذا الحمض الكلوريدريك المعده كتخدم عمل بيولوجي
ما لما كتعطيها انت الاكل غير مهضوم واكل بزاف واكل اللي هو بسرعه كتولي دير العمل الميكانيكي الحركه، وبالتالي كتكون عندك كميه الاكل اكثر من كميه الحمض. وحيثما وجد الحمض اقل من كميه الاكل كيعطينا تخمرات، هذا من جهه. من جهه اخرى هو ان الناس تقدر تكون اسباب اخرى هو النشويات اللي محيده لها النخاله، مثلا بحال الخبز، مثلا بحال الامور اللي محيده النخاله كامله واللي مصوبه خبيزات اللي مصوبين بفورس وما كاين لا نخاله لا والو، هذوك وبلا خميره بلديه شنو كيكونوا؟ هاد النشويات هادوما اللي ما كيكونوش بالخميره البلديه وكيكونوا منفوخين، علاش؟ لان ما عندهمش النخاله، كيكونوا مساميين. شنو معنى مساميين؟ فيهم مسامات بحال ايبونج بحال بونجا. اش كيديروا؟ كيدخلوا كيتنفخوا كيديروا الشفط حمض الكلوريدريك، وحمض الكلوريدريك لما يشفط بهذه الطريقه هذه هادشي شكون كيديروا؟ كيديروا الخبيزات، كيديروا داك الشيوات اللي الانسان كيعمر بدون خميره بلديه وبلا نخاله، ولو داك الشيء اللي كيتعجن واللي كيتجبد واللي كيبقى هادشي كاو الشباكيه خطيره جدا على حمض الكلوريدريك. علاش؟ لان كتشفط عندها مسامات، كتشفط حمض الكلوريدريك كيبقى داك الشيء اللي غيتهضم ما كيتهضمش. والقاعده ديال المعده شنو كتقول؟ كتقول اي حاجه لم تتحول الى شيم، الوغ لو شيم سي اش اي ام او، اي حاجه لم تتحول الى لو شيم لو بيلوغ ما يخليهاش دوز. لو بيلوغ هو ذاك العضو الاخراني اللي كاين في المعده، ما يخليهاش دوز. ما كيخليهاش دوز كيبقى احتباس الاكل، كيبقى احتباس الاكل كتبقى تخمرات، كتوقع تخمرات كتوقع انتفاخات. هادشي اللي كيوقع هنايا كيوقع على مستوى القولون وعلى مستوى الامعاء. اذا كاين اسباب كثيره، لي كومبينيزون اليمونتير، التخلاط ديال شي مع شي، يعني باش تخلط الاكل ماشي كلشي كيتخلط مع كلشي، الوغ هذاك التناسق والتناسق والانسجام ديال الاغذيه ولا لي كومبينيزون اليمونتير، قله حمض الكلوريدريك، الاكل بسرعه، عدم المضغ، والاكل بكثره، والاكل الاوتوماتيكي. شنو هو الاكل الاوتوماتيك؟ هو انك كتاكل وكتشوف التلفزيون. هذه كنا هضرنا عليها. مي كتاكل وتشوف التلفزيون كون متاكد غتزيد تقريبا نصف الاكل اللي انت كتاكلو. علاش؟ لان هذيك الاله الحاسبه اللي كتحسب لك وتقول لك راك شبعتي من هي مع واحد السلسله ومن هي مع التلفزه. مرحبا. مرحبا استاذ. اذا لو سمحتي نمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير. مرحبا. نرجعوا ناخذوا اسئله المستمعين ومشكور جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. لا يخطيك. لا